نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل حظر الحساب. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق شاهد، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف هذا التشغيل الواي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شاهد سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم شاهد. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.